السلام عليكم خويا. عليكم السلام. اليوم برد شاكر فرع البصرة زائرينكم. أهلا وسهلا. خويا ممكن تشرح لنا عن وضعك؟ والله أنا أرملة وزوجي متوفي بحادث وعندي 3 أطفال. هذا البيت مو ملكي. نعم. والناس تساعدني أهل الخير. زين شنو كان يشتغل زوجك؟ كاسب. كاسب. شنو محتاجة أنت خويا؟ محتاجة طباخ. وتلفزيون وسبلت. زين انت تطبخ شلون جاي تطبخين العدس؟ عد عيالي. نعم. عندك احد بالمدرسة؟ لا ما عندي. هذا حالة نفسية عندي شوي صارت. شلون يعني؟ عملي داون من حادث. ها بعد الحادث مات السيارة؟ اي. خويا من ضمن برامج تاع التنطاق وكذا والاكس هاي قيمتها 50,000، ان شاء الله الاخوان يتصلون بيك تنسلمين بيه.